افتحوا كل الملفات. هذا بإيدك كارثة. ملفات الفساد صاروا كتار وعم نكشفهم ملف ورا ملف. رح نفتح ملفات كتير بالمطار. ما بسميها مناقصة بواخر لأنه ولا مرة كانت مناقصة. عم نقرشف الفساد بلبنان. رشاوة. ليش كل الوزراء معك وكل الشهود ضدك؟ ابتزاز. سناترك ضغطت على قاضي التحقيق. سرقات. الدولة لا تستفيد من أي قرش. تبرطل. أنتوا رح تحولوه على هيئة التأديب. وهدر بالمال العام. هيدا إقرار يجب أن يحقق فيه. كله رح ينكشف على طاولة ملفات الفساد. هذا التقرير رح يروح إلى القضاء المالي والقضاء بديوان المحاسبة. ملفات الفساد مع بسام أبو زيد ومالك الشريف كل 3:10 لـ3 المساء مباشرة على الـ LBC.